معي من مراكش الدكتور محمد فاضل فاروق رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك. دكتور مرحبا بك، تابعت بالأكيد كما تابع الجميع تدوينات ومنشورات لبعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب غاضبة من الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات وتقريبا في أسعار جل المواد الأساسية، ويطالبون الحكومة بالتدخل. وحكومة عزيز أخنوش تؤكد أن تدابيرها في مواجهة الأزمات المتزامنة التي شهدتها البلاد هذا العام ما كانت من التحكم في ارتفاع الأسعار والحد من تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا الحفاظ على التوازنات المالية للبلاد وتحقيق صمود الاقتصاد الوطني. أنتم كجمعيات حماية وتوجيه المستهلك كيف ترون وتقيمون الوضع، خصوصا أن الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسألون عن دوركم ولماذا لا تتفاعلون؟ اهلا وسهلا استاذه حنان، شكرا على الدعوه وتحيه لجميع المستهلكات والمستهلكين المغاربه. بطبيعه الحال كما تنعرفوا اننا اليوم المغرب تيمر، ماشي غير المغرب والعالم كامل تيمر بواحد الظرفيه استثنائيه اللي جات من مورا الازمه ديال كورونا، الحرب، الجفاف اللي تتعرفوا بلادنا وتعرفوا العالم كامل. وبطبيعه الحال في ظل هذا الشيء كامل كاين واحد المناخ اللي تيعيشوا الطبقات الشعبيه كاملين، واحد التضمر من الزيادات في الاسعار الى اخره. بطبيعه الحال جمعيات حمايه المستهلك هي في جميع الخرجات ديالها، الجمعيات المنضويه تحت لواء الجامعه المغربيه لحقوق المستهلك، نشدت الحكومه بالتدخل يعني في اطار ما يفرضه القانون، خصوصا مثلا قانون حريه الاسعار والمنافسه. تنعرفوا ان السوق حر والمنافسه حره، ولكن ملي تتكون واحد الازمه ولا تندوزوا من واحد الظرفيه اللي صعيبه، فالماده 4 من قانون المنافسه تتخلي للحكومه او الاداره الحق في التدخل باش دير تسقيف ديال الاثمنه ديال المواد، وبالتالي نقدروا ندوزوا من واحد المرحله انتقاليه اللي تتاخذ واحد 6 اشهر قابله للتمديد باش نتحكموا في الاسعار. وبطبيعه الحال كي تنعرفوا جبتي هذه المساله ديال لي ريزو سوسيو، يعني انه كل شيء تيهضر كل شيء داير. انا السؤال في الحقيقه اللي تنطرح ماشي هو شكون اللي من مورا هذا الشيء ولا كيفاش، ولكن تنطرح واحد السؤال مجتمعي اللي هو علاش الناس مخارطوا كل شيء، لا المؤثرين لا الفنانه لا الى اخره، لا عموم الشعب مخارطوا في هذا الموجه الافتراضيه. وهذا هو السؤال استاذ فاروق. موضوع حمايه المستهلك يعتبر قضيه جوهريه واساسيه، هي ليست كما يعتقد البعض مساله اسعار تراقب ومخالفه تضبط، بل من المفروض ان حمايه المستهلك هي من اجل اسماع صوت المستهلك ودفع ودعم مصالح الاقتصاديه بشكل فعلي. مثلا كما ذكرت، بدل ان ينخرط المواطنون في حملات افتراضية للتنديد بارتفاع الأسعار، كان الأولى الانخراط في حملات واقعية تقودها جمعيات حماية المستهلك. تماما، أنه جمعيات حماية المستهلك أو المجتمع المدني منين تيستمد القوة ديالته؟ تيستمد القوة ديالته من الانخراط الفعال ديال المواطنات والمواطنين في هذه الجمعيات. ملي تنخرطوا كاملين في جمعيات حماية المستهلك تتولي يعني النقاش مؤسساتي داخل المؤسسات، وبطبيعه الحال تنقدروا نتحكموا في هذا النقاش وتكون النتيجه وتكون ديك لافالور اجوتي. ملي تنخليو النقاش يعني في لي ريزو سوسيو، حنا تنعرفوا بانه في الفضاء الازرق او في جميع وسائل التواصل الاجتماعي ما تنعرفوش شكون اللي تيتحكم فيه، شكون اللي تيدفع، شكون اللي تيدير، شكون اللي هذا، وبالتالي النقاش تيخرج من هذاك النقاش المجتمعي اللي تتفرضوا بالضروره. صح دكتور، هل تنقصنا ثقافه حمايه المستهلك؟ بطبيعه الحال كاين واحد النقص، حنا بدينا عشرات السنين هذه، ولكن ملي تجي تشوفي الجمعيات عدد المنخرطين فيها تتلقى واحد ما تيجي عندك الانسان حتى تيكون عنده مشكل، يعني تنحلوا بعض المشاكل اللي تتكون فرضيه. ملي تيكون واحد المشكل اللي هو عام تيكون واحد الاجتهاد ديال جمعيات حمايه المستهلك، واحد الاجتهاد في اطار واحد المجلس الوطني ديال جمعيات حمايه المستهلك، والجامعه تتوصل هذاك الصوت ديال ديك لا ريفليكسيون اللي تنديروا حنا، ولا هذاك التصور الجماعي ديال حمايه المستهلك، وتنراسلوا به الادارات، رئاسات الحكومه، القطاعات المعنيه.
ولكن تيبقى هذا الشيء واحد المجهود اللي هو خاص لجمعيات حمايه المستهلك. فاحنا دائما الدعوه ديالتنا والابواب ديالتنا مفتوحه باش هذا النقاش ياخذ واحد المسطره مؤسساتيه، باش قلنا راه كاين في العالم المتقدم او في دول الشمال تتلقى الجمعيه عندها ملايين المنخرطين. وصلت الفكره دكتور محمد فاضل فاروق رئيس الجمعيه المغربيه لحمايه وتوجيه المستهلك، كنت معنا من مراكش، شكرا جزيلا لك.